السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم فيديو جديد عن ريزدنت ايفل، معكم فيفا. اليوم معنا الجزء الثالث، بسم الله نبدأ اللعبة. طيب هذا يوم راح على الشرطة صح؟ هنا الشيء فواتير، انا الحق الشرطة. لا شوفني، ادخل ادخل ادخل، ما هي مشكلة لو شاف. اسمع صوت رجلينا، راحت العجوز. اي خليني اخذ رصاص. شافني شاف، انحش. اوه الله يقطع، نسيت انه بيطلع من هنا. سريع. ايوه انحشت انا. ناخذ مفتاح، كاني قريت ذي الكلمة. ابي سيقدر يشمني. اوه لا لا لا، اخس. اوه واو يخوف، كان المفتاح هذا اللي ينزل تحت، بروح اجرب. اللي هو هذا، ايوه مفتاحه صح؟ ايوه فتح فتح، بسرعة 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 لا يشوف. ايوه سكر سكر. ايوه حشنا منها الحين، حنا الحين تحت. اوه سيارة. ابليس اسمع صوت رجلينا. وش الشرابات؟ يريدين يخزن اشياء في ذا الصندوق، يتنقل معي في اي مكان. خريطة المنزل، تلفون ما احتاجه، ولا هنا. ايوه في شيء. اوه اخذنا شيء يفتح الاقفاء. ايوه التلفون. Zoe, right? Zoe. And what the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Codex. Hell of a girl. الظاهر انه مضاد او شيء زي كذا. ما ادري. اوه رجعنا لخوينا. طيب ما جبت شيء مهم الا ان كان افتح ذا. علاج، ما جبنا شيء مهم. بالغلط. شرطي، كفو كفو، هلا هلا ساعدني. تكفى ساعدني. لا لا No. All right. Now we got several calls about some missing persons lately. You don't understand. I gotta get out of here. Now calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we had several missing persons calls. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. I'll tell you whatever you want. All right. Now that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. مستحيل يصدقني. Look, officer. Deputy. Right. Deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? سلام أقنع. A fucking pocket knife? أعطاني سكين. Take it. That's all you're gonna get. Now go. Garage. Now. طيب طيب يقول تعالي في الجراج. What am I gonna do with a knife? أكسر ذا أول شيء. وأنا أقطع ذا. إيوه. نرص ذا ونفتح الجراج. Oh, we gotta get the fuck out of here. Now, first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try me. Hey, put that door back. Put that door back up. What Wait. Ooh. Whoa.
بيقتلنا جميعا. اكتب لي سوا يمسح والله بيقتلنا جميعا. بركب السيارة بنحاش. هاي سيارتي. اي والله شغلها. اما طيب ليش تركبها دام ما معك مفتاح؟ نحش مسدس كفا. انحش. اوه يضح يخوف لايك. اوه ليه هو اسرع مني؟ لا 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 لا, لا. ابليس اسرع مني. اوه جاء من قدامي. الله يقطع. اوه اسف 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 بس ابغى اطلع من بيتك. لا 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 اركض 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 سريع سريع سريع. لازم نسبق قبل فتين عشان اقدر اطلقه. ابليس سريع ما يوقف. وقف يا اخي. يوه وراي وراي بس لو واقف بيطقني. اروح من هنا. ايوه عشان يكسر يصير بطيء. لا اروح كذا. ايوه وقف وقف لا تتحرك لا تتحرك. بسم الله يخوف وجه. اوب 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 ركبها. طيب ليه؟ اما كيف شغلها؟ كيف؟ كيف الله يقطعه؟ خلص رصاص. تو حاول يشغلها. اخ تعسني الله يقطعه. شكل مفتاح معي يبغالي اذبحه عشان اخذ مفتاح وانهاش. اوف تراك بتموت تراك بتموت. اعلم شيش كيف بينشق راسك. سو من وين جاء بس؟ اوف فجأة جاك. شاله شيل وانهاش بسرعة. باخذ مسدس بفتح هذا باخذ العلاج وبفتح هذا تمت. أبو 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 أبو. أتركب السيارة بس تحط أخذ الشيش. أوه مفتاح السيارة أقدر أخذ. أبي يكسر هنا عشان أخذ راحتي وأركب السيارة. أركب شغل 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 شغل. يلا يلا ادعس 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 ادعس. إيه إيه أصدمة. أرجع وادعس أصدمة. إيه وين راح؟ إيه أصدمة. ايه واحدة بواحدة يا تسد. مات. وين راح؟ اوه شلون؟ قطع ابليس. من وين جاء؟ طقطق علي. لا 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 انزل 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 انزل. لا 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 بشكل مصطم تيف دي دي. هنا راح تكون نهاية المقطع. زي ما قلت لكم ما ابغى يكون طويل. 10 دقائق كفاية. حلوة اتفقنا عليها. ادري ان الوقت اللي وقفت فيه كان مرة حماس بس ان شاء الله الفيديو الجاي قريب مرة يعني يومين بالكثير وان شاء الله نازل. حياكم الله في الفيديو ونشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم فيفا.